ربما سئم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من إيقاع جلسات انتخاب الرئيس وعقمها. أراد أن يضع حدا للجدل السياسي الذي يراوح مكانه إلى حوار أوسع دعا إليه ليحل محل جلسات الانتخاب. يدرك أن جلسات الانتخاب العقيمة لن تنجح في كسر جدار الأزمة، فسعى إلى افتتاح طاولة حوار جديدة لتقطيع الوقت بانتظار نضوج تسوية الانتخابات الرئاسية. يصر الرئيس نبيه بري على دعواته المتكررة للحوار لأنها السبيل الأمثل، هي الطريق الأفضل لتوصل الكتل النيابية إلى اتفاق ما، إلى توافق ما حيال الاسم المرجح لرئاسة الجمهورية. أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية وبدرجة كبيرة لم تعد في أيدي الكتل النيابية اللبنانية، إنما أصبحت في يد العواصم المؤثرة. تدرك معظم القوى السياسية أن طاولات الحوار غدت أقرب إلى فولكلور سياسي لبناني لا يجدي نفعاً، لكن معظم الكتل النيابية وافقت على المشاركة وإن بتحفظات ترتبط بحصرية البحث في ملف الانتخابات الرئاسية، في حين امتنعت الكتل المسيحية الكبرى عن المشاركة فيها. ما حدا منا ضد مبدأ الحوار بطبيعة الحال، ولكن الحوار يحتاج إلى موجب دستوري، إلى سبب وطني كبير. الموجب الدستوري الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس جمهورية، لبل واجبات وواجب النواب الذهاب إلى مجلس النواب، عدم التعطيل وانتخاب رئيس جمهورية. نحن نرى أيضا أنه حسنا فعل الرئيس بري بسحب دعوته للحوار. أما التيار الوطني الحر فقد غادر رئيسه البلاد إلى قطر في رسالة عدم اكتراث واضحة وجهها جبران باسيل إلى خصمه التقليدي بري، لكن قبل هذا الرد الصامت حاول مصادرة مبادرات الحوار عبر إقناع البطريرك الماروني بترأس حوار مسيحي لبحث ملف الانتخابات الرئاسية الذي بحسب باسيل يعني الطائفة المارونية دون غيرها، لكنه لم يفلح. يعرف بري أن الجميع هنا لا يؤمن بحوار شكلي، فالحوار الأساسي مسرحه خارج البلاد، لذلك اختصر الطريق ودعا إلى جلسة انتخاب عاشرة وأخيرة في هذا العام بانتظار متغيرات ربما يحملها العام المقبل. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.